هنعمل بتنجان ملفوف بالجبنه الحلوم. تعالوا نشوف المقادير معايا: التوست البني، الزبده هكون مسيحاها، عندي الطماطم، عصير الصلصه، الكزبره، الثوم، السكر، والجبنه الحلوم، وعندي البتنجان، بتنجان مقلي، ملح وفلفل طبعا مع الزيت. اول حاجه هعملها ان انا عايزه اعمل الصلصه. هعمل صلصه سريعه كده، بتبقى مهمه جدا ان هي تبقى ايه، معموله وجاهزه، علشان اهو كده هحط الزيت. اهم حاجه عندي البتنجان بيكون مقلي، زي ما انتم عارفين ان البتنجان بحط معاه رشه ملح علشان ايه، علشان ما يشربش الزيت مني، بتبقى حلوه جدا. واقوم محمراه، وكل ما البتنجان يبقى كبير كل ما يبقى احلى كتير. اوكي اوكي بقول لكم اهو عشان تبقوا انتم عارفين، تجيبوا اكبر من ده. وايه اللي هعمله دلوقتي، ان انا هجيب هنا صينيه كده صغيره، وهجيب هنا عندي العيش بتاعي او التوست اهو كده، وايه هدخله يتحمص في الفرن، وهرش عليه رشه كده خفيفه من الزبده عشان يبقى طعمه. برضو انتوا عارفيني انا احب الحاجه ايه، محبشه وحلوه، تتحمص كده شويه وتتقرمش اهو، ويبقى طعمها جميل معايا. يلا دخلها الفرن على ما ايه، ما نعمل الوصفه بتاعتنا. يلا تعالوا بقى هنا نشوف كده، اجيب الثوم، هنعمل سريعه جدا صلصه سريعه وسهله. الكزبره انتوا عارفيني بحب دايما احط الكزبره مع ايه، مع الثومه اهو كده، نقطة صغيرة جدا من ايه، من الزبدة اللي احنا عاملينها مسيحينها، ونشيلها تختفي خلاص اهو كده. يلا هنزل بقى الصلصة، هنحط معلقتين من الصلصة وهنقلب، هحط رشة ملح ورشة فلفل. سريعة جدا للايه، للصلصة بتاعتنا للايه اللي احنا بنعملها كده على طول، ونقلبها نديها تقليبه اهو، اول تقليبه، واقوم نازله بالايه، بالصوص بتاعي زي ما انتم شايفين اهو. نقلب بقى كده تقليبه حلوه، واسيبها تتسبك، وقبل التسبيك على طول نديها رشه الايه، السكر، علشان نكسر حديه الاسيد بتاع الايه، الطماطم. تعالوا بقى هنا كده نشوف مع بعض الايه، الجبنه نقطعها. بصوا بقى انا ايه، هقطع رفيع، وكل واحده هنشوف هتاخد قد ايه. دي بتبقى جميله جدا جدا، وطعم مختلف جديد. بصوا هتبقى كده زي ما احنا ايه شايفين، بصوا بتبقى عامله ازاي، حلوه جدا. هنجيب السكر وهنزل رشة رشة بالظبط، مش أكتر من إيه، من رشة، علشان أكسر بس حدية الإيه، الطماطم أهو. وهديها كده تقلبتين، وبعدين نقفل عليها ونغطي. هجيب بقى كده، بتبقى حلوة قوي كمان في التقديم، جبنه بتسيح مع البتنجان اهو. عمايل ايديكوا بقى تبقى ايه، حاجه كده، عمايل ايديا وحيات عيني. يلا تعالوا بقى ايه، ابدا ان انا احط عليها امسك هنا، ويلا بينا. ايوه يلا بينا، هجيب ده وهقوم حاطه على كل واحده من الصوص بتاعي اهو، شايفين ازاي كده اهو. وتخش الفرن تسيح، وتطلع بقى تتقدم مع الخضرة، الريحان، تطلع جميلة جدا.